على كرته جواد كوثراني عم بيطالب بخطأ ولكن الحكم أشار لاستئناف اللعب. صاحب رقم 8 من جديد عم يلعب الكرة للبز البز البز عم يسدد جول يا بز شو عم تعمل؟ عم بهز الشباك هز يا شباك هز انت وقت كثير طويل بعد الصفويه بتلعب للتكجي التكجي عم بيمرر لارنولد ارنولد على مش بداخل منطقه الجزاء ارنولد بيلعب لخالد تاخر كثير ارنولد لتنفيذ الكره عم يرجع للخلف في اتجاه شعيطو شعيطو بدوره لخالد التكجي خالد التكجي عم يرفع الكره على القائم الثاني يخطئ الكره جول اخطا التايمينج بالكره الراسيه وعم بيسجل لقدوح لقدوح عم بيعدل الارقام بلغه الاقدام جول صاحب الرقم 88 عم بيقول لهم للصفا انا موجود لعب كرته من جديد تناول كرات بالخلف لايجاد الثغرات بتشكيله التضامن صور بهالاثناء ارنولد عم ياخذ مراعاته ارنولد عم بيسدد ارنولد جول هدف شو عم تعمل يا قدوح شو عم تعمل بهالمباراة لقدوح على عاته عم بيقول لهم انا بجيب المباراة انا برجع الصفا انا بقلب الطاولة على المفاوضين بعد ما كانت النتيجة 1-0 للتضامن باقل من 5 دقائق الصفا عم بيقول لهم انا موجود انا جاهز لقلب نتيجة المباراة كرة عم تلعب للقدوح القدوح الهاتريك القدوح عم ينفرد القدوح عم يلعب الكرة جول هاتريك للقدوح القدوح 3 التضامن 0 وين الشبكة الدفاعية اللي كنا عم نشوفها بأول شوط انهيار لمدافعي التضامن صور انهيار واضح وسط هجوم للصفا انهيار لدفاعات التضامن وسط ظهور للقدوح القدوح سوبرمان الشوط الثاني بالهاتريك لقدوح عم بدك شباك التضامن سوري بثلاث اهداف هادي مرتضى عم ياخذ كل وقته عم ينفذ الكره اذا اعزائي المشاهدين مشاهدي الام تي في وما كنتوا عم بتتابعونا بهالاثناء حكم مباراه محمد حداد يوتيك صافرته معلنا عن نهايه المباراه بفوز كبير للصفا على التضامن سوري بنتيجه 4-1 مبروك لنادي الصفا وهارد لك للتضامن صور على امل التعويض بقادم المواعيد.